ازيكم اصحابنا؟ معاكم جودي من قناه عالم جودي. النهارده هنعمل فيديو بس قبل نبدا تكتسر الفيديو ده 2000 لايك. النهارده قررنا نصور معاهم روتين من روتينات تنظيف وترويق الاوضه. الروتين ده لا سيبي كل حاجه مكانها، انا مش عايزه حد يحرك حاجه. بامانه الروتين ده احنا قررنا نصوره لسبب. لسبب ان المفروض ان امبارح الدنيا كانت زي الفل. رجعنا من النادي. رجعنا من ايه؟ من النادي. المفروض ان انتوا دخلتوا على اوضتكم، فانا ما اعرفش ايه اللي حصل في الاوضه. ايوه قمت الصبح لقيت جايده عامله سريرها كده. تعالي كده يا جايده، يعني الى حد ما يعني كتر خيرها بصراحه. دي شربات هم مش عايزين يشيلوها، بس ما علينا. تمام، لقيت بقى سرير جودي كده، ما علينا، يتروق. والله مش زعلانه، بس انا اللي مخليني مستغربه. وقلت لهم احنا لازم نصور ايه. اولا ايه اللي جاب الزعانف والبدلز هنا؟ ازازه ميه كمان. العرايس في الارض. استني العرايس في الارض. ماشي لما نصحى نحط العرايس على السرير. احنا ننام والعرايس في الارض، الصبح نحط العرايس على السرير. حلو، ما عنديش مشكله، مش زعلانه. طيب الزعانف بتعمل هنا ايه؟ مست الميه. مش مشكله. ازازه دواء كحه بتعمل ايه؟ ماشي. جنيه. الشربات دي الصبح طبقنا الغسيل وقلت لهم شيلوا الشربات، قالوا لي حاضر. راحت جايه حاطه الشربات على السرير اليتيم المتروق في الاوضه، السرير الوحيد اللي شكله حلو شويه في الاوضه. صح؟ اتدورت كده. إذ ايه بقى؟ إذ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. بصوا ده اترعشت القمر. انا اتصدمت. اولا لبسها اللي كانت لابسها امبارح جت رميته على السرير. هي فين لبسك يا جايدتي؟ علقتيه؟ طب جايده ظبطت لبسها الحمد لله. اللي احتاجت تحطيه في الغسيل حطيتيه؟ الحزام في الارض. معرفش بيعمل ايه. المهم ان هنا دي هدوم كامله. تمام، معرفش، انا نفسي اعرف بس نامت ازاي. والله انا بس عايزه اعرف نامت ازاي. ما اعرفش. الشنط مرميه. اكتشفت ان كل المايوهات او باقي المايوهات كلها مرميه هنا. فانا مش عارفه ايه المنظر. ايه المنظر ده؟ ده ايه ده؟ حد يكتب لنا في التعليقات ده ايه يعني. بصوا للامانه ده جايده بصراحه. والله ده ايه؟ احنا قررنا النهارده ان احنا نعمل معاهم الاوضه. الملايات هتتشال والاوضه هتتنضف ويلا قوموا. اول حاجه ايه؟ استنوا بقى كده، خليكم قاعدين ثواني. حمى؟ ده ما فيش حمى لمده سنتين لحد ما تعملوا الاوضه. اول حاجه ايه؟ اول حاجه انتوا معاكم ده؟ معاكم منظفاتكم، معطراتكم، الجلانس بتاعكم، معاكم الريشه، معاكم كل حاجه تخلي لي الاوضه زي الفل. زي ايه؟ ولما تيجوا، لا ريحته حلوه، ولما تيجي تشيلي الملايات اجيب لكم ملايات نظيفه تفرشوها. اول حاجه هتعملوا ايه؟ اول حاجه هتعملي لي اللي هي السلالم الديكور اللي فوق دي. ماليش دعوه. بصي بقى هقول لك على حاجه، استني عشان الكاميرا عملت كده. بصي يا قمر، واحده تلم الهدوم اللي عايزه تتحط في الغسيل تحطها، واللي يتطبق عادي او يتعلق عادي. واحده تعمل اسمها ايه، السلالم اللي فوق دي. متفقين؟ لا طبعا. جايداء لجزء التنطيط، يلا. وجودي لجزء التطبيق، يلا بسرعه. انت هتطبقيه كده بالمنظر المعفن ده؟ ده عايز يتحط في الغسيل ده ولا ايه نظامه؟ تقريبا ايه بس بجمعهم في الاخر واحط. ماشي، هلمع بالجرانيت ده ابيض على الغسيل طبعا. انا مع في الدولاب. لسه مغسول امبارح والله. انت بتلبسي الطقم كم مره يا جودي؟ جودي لا بجد مش هزار. جودي احنا بنلبس الطقم كم مره في الصيف؟ لما هو مره مرمي على السرير بيعمل ايه؟ مش المفروض كان يدخل جوه على باسكت الغسيل؟ بس
يلا يا جودي. ده يعني يلا يا جايده شطور. جايده انت بتلمعي الحاجه، لمعتي الرف نفسه؟ الرف اللي عليه الحاجه. لا من غير ما اجي اشوف، انا شايفه اهو. بالراحه على قطف العنب الجميل ده. لم بقى حاجه النادي. يلا يا قلبي على مهلك. بص هتطلع هنا عشان تطول. طيب دلوقتي انت هتلمي لي كل الحاجات دي. تمام كده كل الحاجات دي كلها هتتلم لحد ما اختك تخلص. ايه ماشي يا قمر بالراحه بس على مهلك، لحد ما اختك تخلص الحاجات اللي فوق دي. تمام يكون انت لميتي لي كل الحاجات اللي في الارض دي. ماشي. يلا يا قمر. يلا يا جايده. تمام كده جايده عملت ايه؟ عملت كل الحاجات القمر اللي فوق دي اهو، وكمان جودي يعتبر لمت لمت حاجات كتير جدا. هاتي طيب حطي الشنطه دي فوق الشنطه التانيه هنا، توسع مكان. لا حاولي تحطيهم جنب بعض. يلا يا قمر. ايوه كده شكلهم بقى حلو، وكمان الدنيا هنا نطفت كده ووسعت، مش هاجي الاقيهم مرميين كده في الاوضه. طيب دلوقتي اختك عملت شبابيك السراير. اعملي لي الشباك والبلكونه، تخر الستاره. تخر الستاره وزعفين الشباك والبلكونه، عايزاهم فله فله بس كده زي الفل. اعملي بقى البلكونه. تعالي بقى اعملي لي كده البلكونه. يلا يا قمر. خلاص كده مش فاضل اي حاجه. هاتي اللي في ايدك ده يا جايده. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنشيل الملايات. يا سلام شطوره شاطره يا جايدتي. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ ماما. ايه شاطره يا جايده. الكحكه. لا مش هيجرى لها حاجه الكحكه. ايوه هنوريكم دلوقتي عمليه تلبيس كيس المخده. نعدل الاول نعدل الاول ده اهو. ايوه شديه جامد كده شطوره. يلا امسكي يا جايده قوي. ايوه هي ماسكه. يلا بصوا بقى احنا في تلبيس كيس المخده ده. بصوا بنعمل عمليه جراحيه. يلا يا قمر هيقعدوا يضحكوا هيقعدوا يضحكوا. شدي. يلا يا جايده شدي. يلا هيقعدوا يضحكوا خلصوني. طيب احنا بعد معاناه بدلنا الادوار وقلنا جايده هي اللي تشد الكيس عشان جودي. يلا يلا بسرعه. شاطر. والله لو انا كان زماني روقت الشقه كلها. يلا يلا بقى. والله بعد معاناه بعد معاناه. لا لا ده هي بتعرف تعمله لوحدها. سيبيها في حالها سيبيها في حالها. تمام كل واحده بقى ترص المخدات وترص العرايس وتظبط الدنيا. شاطره يا جايدتي. يلا جميل بس كده. قمر انت قمر. يلا يا جودي كده فاضل ايه؟ كده فاضل الكومود يتلمع. وسع كده جايده لو سمحتي. الكومود يتلمع والارضيه تتكنس. ماما يلا بينا. استنوا بقى كده انتوا كده محتاجين ايه؟ ثانكيو مامي. يلا انتوا كده محتاجين دي اديها لاختك. بصي جايده اختك تعالي كده لو سمحتي. على ما اختك تلمع الكومود يكون انت يا جايده مسحتي كل الشمعدانات والاباجوره. ده لا بدي. يلا يا جو. يلا يا جايده هخليك انت اللي ترشي الجلانس. يلا بدا الاول وخدي منديلين كده ثلاثه. وشو ده؟ ايوه الخشب بس كده. يلا كفايه. ايوه لمعي بقى. لا انت لمعي باللي في ايدك دي يا قمر. يلا شطور. اعتقد بعد اليوم الفل ده انت هتقوموا من النوم نرجع لقواعدنا القديمه وتخلوا لي الاوضه زي الفل زي زمان. انما اللي انا شفته النهارده ده ما شفتهوش تاني ابدا ابدا كده. خلاويص.
ماما اعمل المرايه دي؟ لا عملناها يا قمر خلاص. شد الستاره بس كده. اعمل ايه تاني؟ تمام. طيب انا شايفه ان كده انجاز جامد. تمام جدا. دلوقتي الانسه جايده ده يدخل جوه لو سمحتي. والقمر جودي. يا لهوي ده انت جبتي ميه يا قلب ماما. تكنسي بقى كده الارض وتخليها فله. اختك عمل ما انت خلصتي كانت هي غيرت غيرت الكيس بتاع الباسكت وكمان كانت لمعت الفازه. سيبي المعطر ماشي بس دخلي دي كلها جوه. يلا يا جايده. يلا يا قلبي. يلا سريعا. يلا يا جايدتي. الكريستالات اللي بره؟ اللي بره لا اللي بره زي الفل. هاتي بس كده اللي معاكي ده وتعالي يا سكر. يلا يا قلبي كفايه خلاص والله بقت زي الفل. بصي السجاده لا بقت جميله 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 جميله. ارش بقى دي. انا حاسه ان الاوضه بقى شكلها جميل. ماما ورمزي ورمزي. اوريهم ايه؟ اوريهم دي اهي. وريتهم دي اهي اهي. المرايه بتاع جودي وجايده حاطين فيها صوره جودي وجايده. لمي المكنسه يلا. كده خلاص اخر مهمه. لا بجد تعالي كده بقى كده اقفي هنا الناحيه دي. بصوا عايزه اقول لكم بصوا بقى الدنيا هنا كانت عامله ازاي. انتوا متخيلين هنا الدنيا كانت عامله ازاي؟ بصوا بقى الدنيا بقت مترتبه ازاي. بصوا كل حاجه ترتبت مكانها. اعمل ايه؟ اعمل كده؟ لا والله بجد مش لا 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 اهي. بص هما يشهدوا هما يشهدوا. شوفوا الاوضه بقت عامله ازاي. بقت زي الفل. رش معطر. لا شقيه قوي. كفايه كفايه عشان تقيل. بس خلاص كفايه كفايه. صراحه عملتوا مجهود. انا ساعدتكم سنه ان انا اعدل لكم الملايه اللي مش راضيه تتعدل لحد دلوقتي. ساعدتهم سنه ان انا اظبط معاهم الملايه بتغلبهم شويه. بس الصراحه هم عملوا كل حاجه. الاوضه الفرق بقى واضح قبل وبعد. انتوا بقى شوفوا اول الفيديو وشوفوا دلوقتي الاوضه عامله ازاي. بصراحه بصراحه بتسيبي الاوضه بالمنظر بتاع الصبح ده؟ لا بالصراحه لا. طيب لما هو لا ما تهزريش يا جيداء بجد. لما هو لا لما هو لا المنظر بتاع الصبح ده كان ايه؟ انا كنت امبارح تعبانه من التدريب. لا والمايوهات مرميه والحاجات بتاعت السباحه هنا الزعانف والهدوم العرايس الشنط مرميه هنا. يعني المفروض بصي الاوضه اساسا صغيره. المفروض اللي يدخل الاوضه لا مش كبيره قوي بس المفروض اللي يدخل الاوضه يلاقي كل حاجه مترتبه في مكانها عشان على الاقل اللي يدخل عينه تبقى مستريحه. يعني انا كل ما بشوف المنظر ده بصراحه بنبسط. حاسه الدنيا هنا اتنظمت وترتبت وبقى شكلها شيك شكلها حلو ومرتبه والدنيا وسعت. الحته دي وسعت كده والاوضه نفسها تحس ان هي وسعت وبقت احلى. منظر بتاع ايوه يا قلبي. ده انت لسه عليكي البلكونه. لا البلكونه لا لا مش متبهدله. هو السلم بدل ما كده جبناه كده بس السلم الخشب. نسيت كنت هقول ايه يا جايدتي. المهم نرجع نرجع لقواعدنا تاني ونعمل ايه. هاتي قلب ماما ونعمل ايه ونقوم الصبح. ايوه نقوم الصبح نروق. وقبل ما نقوم الصبح نروق لما نرجع من اي مشوار الحاجات اللي عايزه تدخل على الباسكت تدخل. والله العظيم ننام ونسيب الدنيا زي امبارح كده. لا 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 تقولي لكل اصحابك لما يرجعوا من اي مشوار يعملوا ايه. روق الهدوم اللي هم لابسينها. الهدوم اللي هم لابسينها تروح فين؟ تحطها في الدولاب. ما تهزريش يا جايده. الهدوم اللي محتاجه تروح على الغسيل لازم تروح على باسكت الغسيل صح. وكل حاجه ترجع مكانها قبل ما ننام. لا بجد المفروض والصح ان احنا متعودين قبل ما ننام كل حاجه تكون ايه في مكانها. كل حاجه تكون في مكانها. المنظر بتاع الصبح انا شفت الكومود اتخضيت. ده كان مليان مناديل. ده هي شالت المناديل. قلت لها انا هصور راحت جاريه شايله كل المناديل صح. وازازه دواء كحه. وايه ده ايه ده لسه الكحه عندك ولا خفت شويه؟ يلا الحمد لله. مبدئيا يلا اقفوا عشان تقول لهم باي. مبدئيا ده كده شكل الاوضه بعد ما خلصت كلها 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 بقت زي الفل. وبصراحه تعبوا. تعبوا بس هم يستاهلوا لان هم كانوا سايبين الاوضه صعبه جدا. يلا قول لهم باي. هديكوا خمس قلوب. هتديكوا خمس قلوب. ماشي يا قمر. يلا قول لهم باي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. باي باي. يلا باي.